هل هناك خطط لمراجعة أو تعديل أسعار الوقود في السوق المحلية قريبا؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد المصري؟ شكرا. تمام. أولا يعني قولة واحدا عشان بس أكون واضح فيها، إن إحنا ما عندناش أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال اللي هو 6 أشهر اللي جاية، يعني كما يعني ذكر الحقيقة وأعلن دولة الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجة التانية اللي هو هرجع على آلية اللي هو قصة اللي هو التسعير. إحنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، لان انا اتكلمت على العوامل اللي هي بتؤدي الى الفجوه بين اللي هو سعر تكلفه المنتج وسعر المنتج نفسه. وعشان كده احنا كل مجهوداتنا الحقيقه متركزه على العمل على زياده اللي هو الانتاج، فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتوره الاستيراديه للمنتجات البتروليه اللي هي في الاخر بتؤثر على التكلفه اللي هو النهائيه للدوله. وفي نفس الوقت برضو احب ان انا اوضح ان حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي، الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية، وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين 92 و95 والسولار و80، يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود 10 مليار جنيه كل شهر دعم. فالدولة بتكمل اللي هو الدعم، واحنا بنشتغل كلنا كشركاء عمل في زيادة اللي هو الانتاج اللي هو المحلي عشان نشتغل على تقليل اللي هو الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، مما في الآخر سوف يؤدي إلى توازن للسعر المنتج.